يوتيوب. وإيه؟ لا يوتيوب برضو، فانت بعته لنا ان نحطه على الجروب. ماشي، هتلاقيه على الـ على الـ على بتاعة الكنيسة، صفحة الكنيسة. يعني لو كتبت سان جورج وسانت لويس هتبان لك. عايز نبعتها؟ بعد ما يخلص لو اتسك تبعتهولنا يبقى شكرا. ده طبعا اتسك على الجروب، ممكن تبعتهولنا على الجروب. طب ايه لزمه بعد ما يخلص؟ خلاص اوكي، اللي يحب يراجع بعد كده يعني. اوكي، حطيته لك اهي بقى على الجروب. وصل؟ شكرا تسوون. تمام، شكرا. عفوا. طيب، اللي بيخص صفات الله او الرب، اول حاجه ان الله ازلي ابدي، وكلمه ازلي ابدي بتجمعهم كلمه واحده، سرمدي. سرمدي زي ما بقول في مزمور 90، من قبل أن تولد الجبال أو أبدئت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى أبد أنت يا الله. الله ملوش بداية وملوش نهاية، ملوش بداية وملوش نهاية، ودي حقيقة معروفة ومنطقية جدا، لأن الخالق لابد يكون كده، لابد يكون ملوش بداية وملوش نهاية. ما ينفعش يكون خالق وليه ايه وليه بداية وليه نهاية، لابد يكون بلا بداية وبلا ايه وبلا نهاية. انا عملت حاجة، وده اللي مقصود بكلمة سرمدي. تمام؟ مين تاني سرمدي؟ مين تاني نقدر نقول عليه إن هو سرمدي بلا بداية ولا نهاية؟ لا يوجد أحد، لا يوجد كائن آخر أزلي أبدي. ليه؟ لأن كل الكائنات وكل الموجودات لها بداية ولها نهاية. بدايتها يوم ما خلقت، يوم ما وجدت، يوم ما ولدت، وقبل اليوم ده هوت ما كانتش موجودة خالص، ما كانش لها وجود. عشان كده لا يتصف بالأزلية إلا الله وحده، لا يتصف بالأزلية إلا إيه؟ إلا الله وحده، الذي ليست له بداية زمان ولم تكن له إيه؟ نهاية. زي ما بقول في مزمور، أنت هو وسنوك لن إيه؟ لن تنتهي. دي أول صفة من صفاته، إن هو أزلي أبدي أو سرمدي. ثاني صفة أن الله خالق، وكلمة خالق معناه أن هو وحده الخالق. ليه؟ لأن الصفة الأولانية ليه أن هو أزلي أبدي، فما ينفعش أن يكون في حد تاني خالق، ما ينفعش حد تاني أو كائن تاني يخلق من العدم،
لان اللي هيخلق ده هو او اللي هيكون موجود ده هو ليه بداية، لابد يكون حد خلقه، فما ينفعش حد تاني يخلق من العدم الا ايه، الا الله وحده اللي خلق الكون ايه بكلمته. يبقى تاني صفة من صفات الله انه هو ايه، هو الخالق. تالت صفة ان الله واجب الوجود. يعني ايه واجب الوجود؟ من صفات الله وحده انه واجب الوجود، اي ان الضرورة تحتم وجوده. لما تقعد تفكر كده وتقول ايه، وتقول لو ما فيش الله يبقى ما فيش حاجه، خدت بالكوا؟ لو ما فيش الله يبقى ما فيش حاجه، يبقى الضروره يعني العقل والمنطق بيقول ان لابد يكون في الله، والله ده هو الخالق، لابد يكون خالق، ولابد يكون ازلي ابدي، ويكون خارج الزمن وخارج المكان، ويكونش ليه بداية ولا يكون ليه نهاية. لأن ما ينفعش يبقى فيه وجود وفيه وقت وفيه زمن بدون ما يكون حد خالق لهذا الوجود وهذا الزمن. ما ينفعش يكون منه، لأن كل اللي موجود ده موجود من العدم. يعني مثلا لما تمشي كده في غابة وتوصل لحتة عمر رجل الإنسان ما جات لها، وبعدين تبص تلاقي قدامك لوحة مرسومة يعني بدقة جميلة جدا، لوحة زيت، يبقى ايه الاستنتاج من الوجود ده؟ هو ان كان لابد يكون في حد جه، ولابد يكون حد فنان وحد مبدع جه في وقت من الاوقات عمل العمل دوت ومشي، يبقى بالضرورة لابد يكون في حد جه. فالوجود اللي احنا موجودين في دوت يحتم بالضرورة وجود خالق أعلى كل القدرة، سبب أصلي لجميع الموجودات، سبب أصلي لجميع الإيه الموجودات. الحاجة الرابعة من صفات ربنا أن الله غير المحدود وقدرته غير محدودة. غير المحدود بمعنى إيه؟ يعني مفيش جهة مكان أو زمان تحده، لا في السماء ولا على الأرض ولا ما بينهم، ومفيش مكان يخلو منه، وما فيش مكان يسعه، يعني ايه؟ يعني يحده. فهو دائم الحضور في كل مكان وعلى مر الأزمنة. ودي برضو حاجة تحتمها الضرورة العقلية أو ضرورة المنطق بتاع ايه؟ بتاع وجود الله. خامس صفة من صفات ربنا أن الله العارف بكل شيء. عارف بكل شيء. ما ينفعش نتصور أن الله ممكن في وقت من الأوقات يكون غير إيه؟ غير عارف ومدرك بكل الأشياء اللي إيه؟ بكل الأشياء اللي بتحدث في كل زمان وكل مكان. زي ما بقول هنا هوت في عبرانيين 4، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرا. الصفة الستة من صفات الله أن الله ضابط الكل. يعني إيه ضابط الكل؟ بانتوكراتور اللي إحنا بنصلي بها كتير جدا وبنسمعها، فتمتلئ قلوبنا بالطمأنينة. يعني لا يحدث أمر ما في الكون كبير أو صغير إلا بإذن مين؟ بإذن الله وسماح منه. وكل ما يجري في الكون هو بتدبير إلهي، زي ما بقول في متى 10، وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جماعة محصى. برضو ممكن ناخد حتة روحية هنا، وانت بتصلي وتسمع كلمة بانتوكراتور كده افتكر ان كلمة بانتوكراتور يعني ضابط الكل، يعني كل حاجة في ايده. زي ايه؟ زي الصورة بتاعت البانتوكراتور اللي تترسم في حضن الهيكل، والسيد المسيح يحمل كرة الارض في كف. الصفة السابعة من صفات الله ان الله لا يتغير، لا يتغير. ودي برضو حتمية من حتميات وضرورات وجود الخالق أو صفات الخالق. ما ينفعش إن الخالق أو الله يكون عنده تغيير ولا ظل دوران، زي ما بيقول القديس يعقوب. الله لا يتغير مطلقا، لا يزيد ولا ينقص، فهو لا نهائي، كامل في كل شيء، لا ينقص في أي شيء، لأن النقص لا يتفق مع لاهوته. يعني لما نقول أن الله صالح بمعنى أنه كمال الصلاح فيه، لما نقول الله محبة
فكمال المحبة فيه، لما يقولون الله عادل فكمال العدل فيه. فطبعا الحاجات دي كلها لا تتغير، يعني ربنا ما بيتغيرش من وقت للتاني أو من زمن للتاني أو من مكان للتاني. الصفة التامنة أن الله كلي القداسة، يعني الله قداسة الله زي ما بقول هنا هي عصمته، يعني عدم إمكانية الخطأ، زي ما قلنا في الصفة اللي قبليها إن الله لا يتغير والله ضابط الكل. فمعنى إن الله قدوس معنى إنه القداسة دي مطلقة، مفيش ولا نوع من أنواع عدم القداسة فيه ولا يمكن أن تكون، هو كلي القداسة زي ما بيقول هنا المصطلح infallibility، اللي هو إيه، لا يمكن إن هو إيه يكون في أي نوع من عدم القداسة. الصفة أن الله متجسد لأجل الفداء، متجسد لأجل الفداء. في بعض الناس بيشوفوا أن التجسد ده غير مقبول أن احنا ننسبه لربنا، لكن الحقيقة أن التجسد ما يتعارضش لا مع قداسة الله ولا مع قدرته ولا مع حكمته ولا مع كرامته، بالعكس ده يتفق معها كمال الاتفاق. بل أن التجسد هو تحقيق لوعد الله بالخلاص، اللي طبعا أنبأ عنه في العهد القديم في أشعية 7، يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدع اسمه عمانوئيل، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يعني نبوات واضحة جدا. فتجسد كان عشان ربنا يجي ويفدينا، والفادي ده هو لابد يكون إنسان عشان يمثل الإنسانية الساقطة، هي اللي أخطأت عشان كده هي اللي تيجي وتفدي، وإنه يكون قابل للموت لأن أجرة الخطية هي موت، وفي نفس الوقت يكون غير محدود لأن خطية آدم غير محدودة لأنها موجهة إلى الله غير المحدود، والفادي لابد يكون محدود عشان يكفر عن خطايا البشرية كلها عبر كل طهور. يعني لو واحد مثلا مات تكفير عن خطايا ممكن يكفر خطايا نفسه بالكتير قوي يعني، لكن عشان يقدر بموت ويكفر عن خطايا عدد غير محدود من البشر في زمنه في زمن اللي قبله واللي بعده إلى المجيء الثاني لابد يكون غير محدود، عشان كده لابد التجسد يحصل. برضو أن يكون بلا خطية، لا يمكن أبدا أن يكون إنسان بلا خطية لأن فقد الشيء لا يعطيه، وأن يكون خالق، ودي نقطة مهمة جدا عشان بعد أن يفدي يستطيع تجديد خلقة الإيه الإنسان. طبعا اللي اجتمع فيه كل الصفات هي هو إيه، هو الله اللي يمكن أن يتجسد في صورة إنسان قابل للموت، وهو غير المحدود القدوس اللي من غير خطية، الخالق القادر على تجديد الإنسان ويعيده إلى إيه، إلى صورته الأولى ومكانته الأولى في الفردوس. الصفة العاشرة أن الله حي لا يموت، لأن هو الحياة، فتخيلوا أن الحياة تموت، ما فيش حياة، فهو الحياة وهو مانح الحياة، وهو اللي قال أنا هو القيامة وإيه والحياة. برضو من صفات الله أن الله ساكن فينا، عمانوئيل يعني الله معنا، والمسيحية تعني أن الله فينا. النقطة دي نقطة ونقلة جبارة من ربنا العالي الساكن في سمائه اللي تنازل إلينا في صورة عمانوئيل عشان يصبح الله الإيه المتنازل الكائن معانا، زي ما بقول في فيليبي، إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكن أخلى نفسه أخيذا صورة عبد سائرا في شبه الناس. ودي جوهر المسيحية، إن روح ربنا بقى ساكن فينا وإحنا بقينا هياكل مقدسة لله وللروح القدس. دي أول نقطة من النقاط بتاعت درس النهاردة، اللي هو من هو الرب وما هو أمنا بإيه بالرب. حد عنده أي أسئلة هنا؟
تفضل سمعتها. هو استفسار، هل الإنسان كخلق لله، الله أعطاه أن يكون شريكا له في بعض صفاته؟ يعني على سبيل المثال الإنسان بياخد حق الأبدية في بعد الموت، لأنه بيبقى مع الله في الملكوت، فلا سلطان للموت عليه، فدي كده شريك لصفة من صفات الله. السيد المسيح قال لتلاميذه الأعمال التي عملها تعملونها وتعملون أعظم منه، فكده دي زي المعجزات. فهل هنا الإنسان كخلقة الله له أن يكون شريك لعمل الله أو صفات الله بمعنى أصح؟ طبعا الكلام مظبوط، ودي نعمه من ربنا. وفي العهد الجديد بيقول اننا صرنا شركاء الطبيعه الايه؟ الالهيه، شركاء الطبيعه الالهيه. لكن على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، على قد ما تحتمل بشريتنا. وفي نفس الوقت مش كل الصفات الالهيه، يعني الانسان حتى بعد الخلاص وبعد المجيء الثاني، هل يتحول الإنسان إلى عارف بكل الأمور، إلى متواجد في كل مكان غير محدود؟ يعني في الحاجات دي كلها ما بناخدهاش من ربنا، بناخد بعض الأشياء منه على قد طبيعتنا ما تحتمل. بناخد منه القداسة، بناخد منه العدل، بناخد منه المحبة، بناخد منه السلام، بناخد منه ايه تاني، بناخد بعض صفاته الجميلة. لكن صفاته بتاعت الألوهية دي لا نقترب منها، لأن احنا مش مؤهلين لكده. يعني ممكن نسميها هو انعكاس لصورة الله علينا بصورة محدودة، زي مثلا القمر لما يبقى مضيء لكن هو ضاءه واخدها من الشمس، فبصورة محدودة قياسا بالشمس. هل ممكن نديها التعبير ده؟ طبعا بالظبط. وطبعا عشان التعبير ده مظبوط، لأن القمر مش بينتج حاجة من نفسه، هو انعكاس بس، برضو مش كل الصفات الإلهية، بس عشان ايه ما ندخلش في هرطقات، بناخد منه بعضها. طيب نكمل بقى الجزء الثاني. الرب نوري. أول حاجة، الله هو النور الحقيقي، بل هو مصدر النور. في التسبيحة بنقول الله نور ساكن في النور، تسبحه ملائكة النور، النور أشرق من مريم. فالله هو النور وخالق ومصدر النور. أول نقطة، الله هو النور، هو اللي قال أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة، ده أول حاجة. وقال إن الله نور وليس فيه ظلمة البت. وفي سفر الرؤيا لما شافه يوحنا الحبيب لقى وجهه كالشمس وهي تضيء في قوته. وفي صلاة باكر بنقول أيها النور الحقيقي الذي يقولك إنسان آتي إلى إيه؟ إلى العالم. بل أيضا الله هو مصدر النور. ما دي بقى النقطة يا جماعة اللي مفروض نربطها ببعض كده، إن ربنا هو النور وهو المصدر بتاع النور، لأن ما فيش حد عمله، هو اللي عمل نفسه. خدت بالكم النقطة دي؟ يعني هو الشيء وهو مصدر الشيء، لأن الشيء ده قبليه ما كانش موجود. خدت بالكم؟ هي نقطة فلسفية شوية لكن لابد نفهمها، إن الله هو نور بل هو مصدر النور، أساس النور. يعني عشان كده لما فهو اللي خلقه قال ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. وهذه أول أعمال الله لأجل الإيه؟ الإنسان، النور. يبقى الرب نوري بمعنى أن الله هو نوري. الرب نوري بمعنى أن تعليم الكتاب المقدس أيضا نور لينا. في كتاب ربنا ووصاياه ووعوده اتحطت عشان تبقى دستور لحياتنا، يعني تنور لنا حياتنا، زي ما بقول في مزمور 19، وسائل الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. لأن الوصية مصباح والشريعة نور في أمثال. ومن خلال كلمات ربنا نستطيع أن نميز الغث والسمين. شايفين بقى الكلام العربي الشديد؟ يعني الغث ده
نميز الغث والسمين. هو يعني لغويا المفروض نميز بين الغث والسمين. يعني ايه الغث؟ عشان بس ما نعديش الحتة دي، مين يعرف؟ هدي له ربع دولار. اعتقد يا منى الذي لا قيمه، يعني القليل القيمه يعني. ايوه، هو تعني ذلك، لكن الكلمه في اللغه نفسها يعني عكس السمين. يبقى رفيع يعني. الذي نحل، يعني مثلا لما تتكلم على مثلا حيوان مثلا متربي كده وواكل، يقول لك ده سمين، والتاني اللي هو منحول بقى ومش لاقي ياكل يقولوا عليه غث. الغث اللي هو الايه؟ المنحول، يعني الرفيع اللي ما فيهوش لحم، مش دسم. اوكي، فتاني نور لينا هو ايه؟ هو كتاب ربنا. ثالث نور لينا هو كنيسة ولتورجيتها. كنيسة منارة طقسية روحانية مبنية على شبه السماء، دايما فيها أنوار كتير، فيها منارة مضاءة في كل وقت، بالذات لما يكون في ايه؟ في في قراءات. يعني برضو الكنيسة منارة في صلوات المعمودية. صلوات المعمودية اللي بنسميه سر الاستنارة، تفهمنا أو نسمع منها إن أبونا بيصلي يقول لأجل المعمدين، يقول ادع عبيدك إلى نورك الطاهر، افتح أعين قلوبهم ليستضيئوا بضياء إنجيل ملكوتك، اجعلهم أواني طاهرة أبناء للنور. وبرضو في صلوات القسمة بنقول اللهم والد النور رئيس الحياة. كل دي إشارات للنور. صلوات الأشبية بنقول في تحليل باكر أنر عقولنا وقلوبنا فهمنا يا سيد الكل. في نص الليل بنقول أنر عقولنا نفهم أقوالك المحيية. تاريخ الكنيسة نور لينا بتراث أبائنا وقوانينها والمجامع في إيه؟ في حياتنا. برضو الرب نوري بمعنى إن حياة القديسين نور لينا. هي يمكن نمرة 4 و5 قريبين من بعض. نور حياة القديسين وحياة الأبرار أيضا نور. نور الحياة الأبدية. إن كان أول الكتاب المقدس بيتكلم عن خلقة النور، فآخر الكتاب المقدس بيتكلم عن أورشليم السمائية، المدينة المنيرة اللي بيقول فيها مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. وطبعا إحنا بنقوم أيضا بأجساد إيه؟ نورانية. زي ما قال مدحت، ان احنا لما بنشع نور ده انعكاس لنور المسيح علينا، سكنة واستقرار نور الله داخلنا. فدي كلمة الرب نوري. الرب نوري بمعنى ان الله هو النور ومصدر النور، ان الكتاب المقدس وتعاليمه ووصاياه نور ليا، كنيسة ولترجيتها نور ليا، وان حياة القديسين وحياة الأبرار نور ليا ايضا، بالاضافه لنور الحياه الابديه. حد عندي اي سؤال في الحته دي؟ معلش انا بسرع عشان ما فضلش غير ربع ساعه. حد عنده اي سؤال؟ طيب خلصنا الجزء الثاني. الجزء الثالث الرب خلاصي. يعني ايه خلاص؟ طبعا كلنا عايشين عشان الكلمه دي، كلنا بنصلي عشان الكلمة دي، كلنا بنتعب عشان الكلمة دي، كلنا بنجاهد عشان كلمة الخلاص. الخلاص بالإنجليزي يعني salvation، وحد بيقول أو اللي كاتب بيقول إنها من كلمة سيف، يعني بمعنى يخلص. لما الإنسان أخطأ وتعدى الوصية في البداية، يعني كانت العقوبة هي الموت. طبعا اتحكم على آدم وبنيه البشرية كلها بالموت. بعد دخول الخطية إلى الإنسان فسدت طبيعة الإنسان. لما نعرف إزاي ربنا كان خالق الإنسان نتعجب، لأن طبيعته كانت طبيعة ملائكية، لكن بدخول الخطية فسدت الطبيعة نتيجة لفعل الخطية.
والإنسان بقى في حاجة لمن يخلصه عشان يرجع تاني للسكنة مع الله في فردوس النعيم. طبعا بالنسبة لنا كأرثوذكس خلاص ده عملية تستمر إيه طول العمر، طول العمر من ساعة ما نتولد لحد ما نموت. فتبدأ الكنيسة من خلالها في ممارسة الأسرار اللازمة للخلاص زي المعمودية والميرون الإفخارستية والتوبة والاعتراف، وتنتهي وتختتم الخلاص ده بتغير الجسد إلى جسد روحاني سمائي. يعني بروسس طويلة طويلة من دلوقتي لحد المجيء الثاني، ما حدش يقول خلاص أنا خلصت. فإحنا بنرفض فكرة إيه الخلاص في لحظة، لأن الخلاص عملية بتبتدي معانا من يوم ما نتولد وتكمل وتكمل في المجيء الثاني. ماشي، مين اللي رفع ايده؟ اتفضل. أستاذ، كنت عايز أسأل، لما بنقول في القداس خلصت حقا في فعل ماضي، إيه معنى الجملة دي خلصت في الماضي؟ لا، هي الترجمة العربي غلط، الترجمة العربي هنا غلط. كلمة خلصت حقا دي غلط، مش ده الصح بتاعها، لكن ليها 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 كلام تاني وأكتر من تصحيح. لكن كلمة خلصت دي بتتقال لمين يعني؟ يعني الشماس بيقول لأبونا مثلا، مش هو الشماس بيقول الشعب، مش لا، هو احنا قلتلك دلوقتي في تتعدلت من خلصت حقا، فهدي نداء خاص للشعب، ولا بنقول خلصت مش خلصت، خلصت حقا. هو ده احد التفسيرات، لكن برضو في تفسير تاني انا مش متذكره، لكن كلمة خلصت دي مش صح، حتى مش عارف جميع التشكيل منين. شكرا. لكن بالانجليزي، بالانجليزي بنقول saved امين، saved امين، يعني انت you saved us يعني. هي في الكتب القديمة يا ابونا التشكيل واضح فيها خلصت حقا، قصده على السيد المسيح، هو بيخاطب السيد المسيح. بالظبط كده. طيب كتر خير، نكمل هنا الموضوع بتاع الخلاص. واحنا زي ما قلت لكم في الخلاص محتاجين السيد المسيح اللي يخلصنا من الخطية الجدية اللي ورثناها من آدم، يخلصنا من فساد الطبيعة اللي برضو دخل إلينا من خلال الخطية، فالإنسان بقى بطبيعته يميل إلى فعل الخطية، ويخلصنا من الموت الرباعي، لو موت الجسد، موت الروحي، الموت الأدبي، الموت الأبدي. ورابع حاجة يخلصنا من الخطايا الفعلية اللي بتسيطر علينا بسبب كثرة الإيه؟ السقوط فيها. يبقى دي اللي احنا محتاجين السيد المسيح يعمله لنا. خلصنا من الخطايا الجدية، خلصنا من فساد الطبيعة، خلصنا من موت الرباعي، يخلصنا من الخطايا الفعلية. وبرضو يخلصنا من أحزان وأتعاب العالم، ويخلصنا من جسد الضعف اللي لا يكف عن السقوط، ويخلصنا من حروب الشياطين وغواية عدو الخير. طيب كيف نخلص؟ اللي هي ركائز الخلاص أربع حاجات: بميلاد المسيح ولد لنا المخلص، بل ولد لنا الخلاص. فالرب يسوع المسيح هو الفادي وهو الفدية في نفس الوقت. مفيش خلاص دون فداء، ومفيش فداء دون تجسد، ومفيش تجسد دون ميلاد. تمام. اول ركيزه من ركائز الخلاص او كيف نخلص، الايمان بالسيد المسيح المخلص الوحيد. بطرس الرسول بيقول ليس باحد غيره الخلاص في اعمال 4، ويوحنا 3 بيقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. وفي متى بيقول ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. لكن الخلاص من الخطايا مش بيجي مجرد إيماننا بوجود الله بس. تمام؟ ليه؟ لأن حتى أخناتون ده كان يؤمن بوجود الله، لكن الخلاص بيتم لما نؤمن أن إلهنا العظيم تجسد في شكل إنسان من العذراء مريم، صلب، مات، وقام من أجل خلاصنا، ثم صعد وأرسل لنا الروح القدس.
يعني ده الإيمان بتاعنا، لابد يكون إيمان متكامل وواضح إن السيد المسيح والإيمان به جوهري للخلاص، كما قال الرب: لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وأيضا: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. في يوحنا الأولى: من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. يبقى أول طريقة للخلاص هي الإيمان، تمام؟ تاني طريقة ممارسة الأسرار المقدسة. الكتاب المقدس بيعلمنا عن أهمية الأسرار للخلاص. الأسرار المهمة للخلاص: سر المعمودية، سر الميرون، سر التوبة والاعتراف، سر التناول، والأسرار التانية زي مسحة المرضى والزيجة والكهنوت، أسرار تعطي بركات معينة لكنها غير لازمة للخلاص. مش كل الناس بتتجوز، مش كل الناس بتاخد الكهنوت، مش كل الناس أيضا بتحتاج لسر مسحة المرض. ثالث ركيزة من ركائز الخلاص: الأعمال الصالحة. زي يعقوب ما بيقول: الإيمان بدون أعمال ميت، ويقول: أريني بإيمانك، أريني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. وبولس الرسول بيقول لنا: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فالأعمال الصالحة أساسية للخلاص. ليه؟ مش عشان الأعمال في حد ذاتها، لكن لأنها تبرهن على صدق الإيمان وتبين ثمرة هذا الإيمان. بابا شنودة كان يقول: واضح أننا لن نخلص بالأعمال ولن نخلص بدونها، لا نخلص بالأعمال ولا نخلص بدونها يعني. لكن الأعمال الصالحة مهمة للخلاص أكيد. في نقطة رابعة، دي أنا مش عارف دي معناها إيه، أول مرة أقراها: تجلي الجسد. ودي ركيزة لازمة للخلاص. هو بس بيقول إيه، أنا حتى بعت الأمبر في أسأل يعني الحتة دي ومن اللي حطها وجات منين يعني، فخلي الموضوع ده تحت الميكروسكوب. تجلي الجسد المقصود به إن أجسادنا اللي عايشين بها على الأرض دهيت لوثتها الخطية، فالجسد ده محتاج إن هو يتغير ويبقى غير قابل للسقوط، غير قابل للمرض، غير قابل للموت. فلن يكتمل خلاصنا إلا بعد أن نخلع هذا الجسم الترابي، جسد الهوان والضعف، لنلبس الجسد النوراني السمائي الممجد غير قابل للمرض ولا للسقوط ولا للموت. وده بيسميه تجلي الجسد. معرفش جاب منين الحتة دي، أول مرة أقراها. حد فيكم قراها قبل كده؟ يعني المقصود هنا بيها ان الانسان العتيق لا يموت الا بخروج يعني انتهاء الحياه الارضيه، فطول ما انا على الارض في الانسان العتيق لو خد اي فرصه هيسيطر، فلازم يكون في حاله جهاد لاخر لحظه. يعني ده تجلي الجسد، تجلي الجسد لازم ركيزه من ركائز خلاص. ده تعبير جديد، تجلي الجسد يا ابو المها، اسمنا وشر. ما انا بقول كده برضه، لا يعني اسمنا وشر. ما انا كنت عايز اعرف مين اللي كاتب الكتاب ده عشان اشوف جاب الكلام ده منين، احسن تكون دخيله ولا بتاع. وتجلي الجسد ده يكون موضوع كبير قوي، هو احنا ايه بناخده كده؟ فانا حتى بعت السكرتير الامبر فوقيه اساله يعني، فاللي يحب يدور فيها يبقى يقول لي. ماشي، ركائز الخلاص الاربعه: الايمان بالمسيح، الاسرار المقدسه، الاعمال الصالحه، تجلي الجسد. وهذا يهبه الرب لنا في مجيئه الثاني. ده انت ما بعد الخلاص ده، انا ما اعرفش صراحه. anyway، ما نخافش لان ربنا جوانا، ما نخافش لان احنا اولاد ربنا، ما نخافش لان لنا رجاء الحياه الابديه. فالرب نوري ايه وخلاصي ممن اخاف. ربنا المجد دائما ابديا امين. 3 دقائق قبل النهايه، عندنا 3 دقائق اسئله. اتفضل. استفسارات. الإخوة اللي معانا، بس بالسلام عليكم. يلا يا جماعة.
طيب انا هحط الاسئله في الدرس ده، انا بقول لكم اهو. لا بلاش بلاش يا جماعه، حد يسال، حد يسال. انا عارف اسئله ابونا مين. فانا بفهمكم ان ايهاب في الاخر بيجي يقول لي ايه، اديني اسئله على الدرس اللي انت درسته. الدرس سهل جدا يا ابونا، الدرس سهل جدا، عشان كده مش لاقيين اسئله نسالها. طب ما خلاص، ما هو بيستنوا الاسئله في الايه، في الامتحان. لا في مستوى الطالب المتوسط يا ابونا. ربنا يستر. ويوم الامتحان يكرم المرء او يكرم. طيب ماشي، هنشوف كل واحد بقى. ماشي طيب، ربنا المجد دائما ابدا امين، تعيشوا لكل مرة. دكتور يوسف اتفضل. طبعا لو حد سألك السؤال مثلا يقول لك ايه، هل انت خلص؟ سؤال اي ده ما بيقولوا الجماعة خلاص النفوس كده، ايه الرد بقى؟ الرد قول له ان من جهة المسيح ايوه خلصت، من جهتي انا بجاهد، لكن عندي ايمان بوعد المسيح ان هو هيخلصني. الخلاص ده حتتين يا دكتور يوسف، ايوه انا والمسيح، مش كده؟ الله الذي خلق بدونك لا يخلصك ايه؟ بدونك، مش كده؟ تمام. يعني هو دلوقتي لما يقول لك انت خلصت، يعني ربنا خلصك؟ اكيد اكيد طبعا، المسيح خلصني. طبعا. هل انت كده خلصت يعني؟ لا خلاص ده سؤال تاني بقى، ربنا خلصني. خلصني، هو عمل شغلته، الدور والباقي ايه؟ علينا احنا، علي انا بالظبط كده، هقبل الخلاص بتاعه ولا ارفضه، احافظ عليه ولا هشيله. طب ما هو ربنا في العهد الجديد يقول له ايه؟ يقول في سفر الرؤيا اثبت، يقول له واحد من ملائكة الكنائس، اثبت على متى؟ على ايمانك تقريبا، والا سازحزح منارتك. ويقول على بعض الناس اللي مش هيكملوا انه يمحو اسمهم من سفر الحياه، مش كده ولا ايه؟ وفي يبقى الدور بتاعهم ما يقبلوش بيه. هم حرار بقى، الانجيل واضح. وبعدين طب هل يهوذا برضو خالص ولا لا؟ لما كان في الاول خلاص ليه، وتلاميذ بولس الرسول، ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر. طب وبعدين؟ طب ما هو كان مؤمن اهو، مش كده ولا ايه؟ تمام. ونيقولاوس والبطاركه اللي اتحرموا، نسطور وما الى ذلك، كل دول ايه؟ طيب كتر خيرك دكتور يوسف، متشكر خالص، واسيبكم بقى في درس الايه، درس القبطي. اكمل تسجيل ولا كفايه كده ايهاب؟ مش عارف، متهيألي خليها كفايه كده ابونا، اللي هو الدرس بس. اوكي، بنشكر اتس ابونا مينا ومعودنا عثمان. كل سنه دايما.